امرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جيوية بريس. Là on va faire la troisième étape du championnat du Maroc. Donc je pense que tous les pilotes aujourd'hui sont là. Voilà, je passe la parole à notre directeur de course. Comme ça il vous explique un peu le circuit comment il est. Avec les Maghrébins, les محركات النارية المائية اللي كتنظم بالتعاون مع نادي انكايت لجيتسكي الدار البيضاء المرحلة الثالثة من البطولة الوطنية بطاطا المحمدية المركز. Le amateur, ski stock et ski junior. Double, moi je suis très heureux. À la brade, il y a le circuit. Et le circuit simple, je me suis chauffé, va découvrir les mêmes. Double circuit, double départ, donc à découvrir la grille de la Red Bull, à découvrir le départ, double all shot. Maintenant, le circuit vert et bleu. محمد بن قدوة رئيس الجامعة الملكية لرياضة الجيت سكي. هنايا كنتواجدوا بالمحمدية اللي كتنظم الدورة الثالثة من البطولة الوطنية. أنا كنشكر الناس اللي ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة ونشكركم أنتم كصحافة وكنشكر السلطات المحلية اللي ديما كتعاوننا وكتساعدنا في التظاهرات وكنشكر السي صبري اللي نظم هذه التظاهرة وما ننساش نشكر الناس اللي كيساهموا معنا ريد بول مثلا والمكتب الوطني للمطارات اللي هما الداعم الرسمي لهذه الجامعه وكنشكر الساكنه المحمديه اللي ديما كتستقبلنا بحفاوه وكنشكركم انتم كصحافه وشكرا. أمين محمد أمين المال بالجامعة الملكية للمحركات المائية النارية. اليوم تتحدث ضمن مدينة المحمدية المرحلة الثالثة من سباقات البطولة الوطنية اللي تنظمها الجامعة الملكية للمحركات المائية النارية. اليوم بصدد النادي ديال كلوب انكايف جيتسكي كازابلانكا تنظم هاد ليطاب اللي تيشاركوا فيها جميع الأندية المنضوية تحت لواء ديال الجامعة الملكية للمحركات المائية. تنشوفوا اليوم كاينه واحد المسابقه في المستوى تنظيم مؤطر من طرف الجامعه ولا من المنظمين، يعني تنظيم محكم. الكم الهائل ديال عدد المتسابقين والدراجات الناريه المائيه اللي حاضره اليوم. كاين حتى مشاركه ديال الابطال على الصعيد الدولي من الدنمارك والسويد، وكاين حتى اليوم حتى البطل العالمي يحيى الرماح اللي فاز بالرتبه الاولى بالولايات المتحده الامريكيه هافاتزو، حتى هو اليوم جات يشارك معنا في هذا اللقاء. وتنشكركم على هذه المواكبه وهذا اللقاء اللي تيما تدعموا به الرياضه وتتواكبوا به المحافل الرياضيه، وشكرا لكم. عزيزة الليل، عضو بالمكتب الجامعي للمحركات النارية. اليوم كنعيشوا تظاهر المرحلة الثالثة من البطولة الوطنية للدراجات النارية المائية من تنظيم نادي الدار البيضاء للدراجات النارية المائية وتحت إشراف الجامعة الملكية للمحركات النارية وبحضور مكثف الإعلام وبحضور البطل العالمي يحيى الرماح. وكنشكر السلطات اللي كتساعد في انجاح هذه التظاهره وشكرا للجميع اللي ساهم، لكل من ساهم في انجاح هذه التظاهره وشكرا. هذيك الاولى والثانيه اللي جيت لا دامي. السلام عليكم.
لكم. الاسم ديالي ياسر الشانع اللي انضميت مؤخرا لاسوسياسيون ام سي ان لاسوسياسيون ماروكان موتونوتيك اللي الجامعه اللي انضمتها الجامعه الملكيه المغربيه للمحركات الناريه المائيه. انا سعيد بالوجود ديالي في هذه الجمعيه اللي عاودت احتضنتني وحيت في الروح ديال المنافسه والمثابره باش انني نرجع نعاود نلعب لي كومبيتيسيون رغم الصعوبات اللي كنت واجهتهم على واحد لاسوسياسيون قديمه كنت واجهت مع شي صعوبات لا داعي باش نذكر الاسم ديالها. والصعوبات اللي واجهتهم في لاكورس انني كنت في الاول غادي نطيح وتمكنت باش انني نبقى حتى الرتبه الاولى. وانا سعيد جدا بالتتويج اللي توجت انني خديت لقب الرتبه الاولى بمدينه المحمديه بشاطئ المركز. شوف عرايه المغرب في المحافل الدوليه لان الولايات المتحده الامريكيه يوسف مرجوي سنه 1984 شخص البطلين سعيد صبري رئيس نادي جيت ان كايف جيتسكي الدار البيضاء. حنا تنظموا هذه البطوله لهنا مع سوليجي دو لا فيدراسيون رويال ماروكان دو موتو نوتيك. الحمد لله هذه سي لا تروزيام ايطاب. كانوا معنا ابطال جاو من عالميين، كان معنا البطل ديالنا يحيى اللي جا تا هو حضر معنا وكان نيفو تري 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 ساتيسفون باسكو كان ان سيركوي كو ميم ترو تكنيك والاجواء كانت هنا كما شفتوا كانت كلشي الحمد لله داز على ما يرام. وتنشكروا جميع الاخوان اللي جاوا حضروا معنا وانتوما بصفه الاعلاميين والحمد لله رونديفو بور لاني بروشان وتنشكركم. انس وليد انا من نادي ديال الرباط. الحمد لله خدينا المرتبه الثالثه واخا كنت ما ترينيش مزيان ولكن بعدا الحمد لله مرتبه الثالثه.